إلى صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. آمين. قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في صحيحه وما زلنا على كتاب الجهاد والسير، قال رحمه الله: باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس. قال حدثنا المكي بن إبراهيم، المكي بن إبراهيم من الثقات الأثبت من شيوخ البخاري، قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد، وهذه من عيد من الثقات، قال عن سلمة رضي الله عنه. نعم، سلمة وسلمة بن المحبق أم من؟ رضي الله عنه. سلمة بن عمرو بن الأكوع. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. نعم. قال عن أبي سلمة رضي الله عنه أنه أخبره قال رضي الله عنه: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. نعم. قال: قلت: ويحك، ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. قال: فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحاه يا صباحاه. قال: ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال: فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها. الله. فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه فقلت وسلم: يا رسول الله، إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم. نعم. فبعث في إثرهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح. الله. إن القوم يقرون في قومهم. هذه في قصة في الغابة، هي غزوة ذي قرد أو قرد أو غزوة ذي قرد، هذا صحيح، لا قرد ولا قرد، غزوة ذي قرد. وقد قال بعضهم تنطق قرد، يقول ابن سعد: والغابة على يوم من المدينة من طريق في طريق الشام، كانت شهر ربيع الأول سنة 6. ابن إسحاق يقول: العاصم حدثني عاصم بن عمر وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيرهما قالوا: لما قدم المسلم من بني لحيان لم يقم بعد قدومه إلا ليالي حتى أغار عيينة، وكان خرج إلى بني لحيان في جماد الأول. قال البخاري: إنها قبل خيبر بثلاثة أيام. وفي مسلم نحو. وفي نظر وابن سعد: كانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 لقحة ترعى بالغابة، وكان أبو ذر فيها، فأغار عليهم عيينة بن حصن ليلة الأربعاء في 40 فارسا، فاستقوها وقتلوا ابن أبي ذر، وجاء الصريخ فنوديا: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. فكان أول ما نودي بها وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج غداة الأربعاء في الحديد مقنعا، فوقف فكان أول من أقبل إلى المغداد بن عمرو عليه الدرع والمغفر شاهرا سيفه، فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمحه، وقال: امضي حتى تلحق الخيول أنا في إثرك. واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه أرضاه، وخلف سعد بن عبادة في 300 من قوم يحرسون المدينة. قال المغداد: فأدركت أخريات العدو أو أخريات العدو، فأدركت أخريات العدو، وقد قتل أبو قتادة مسعدة، وقتل عكاشة بن عمرو، وقتل مغداد حبيب بن عيينة، وفرقد بن مالك بن حذيفة بن بدر، وأدرك سلم من أقوى القوم وهو على الجي، هم على خيل يجون على خيل، وهو أدركهم وعلى رجلي كان رجلا، فجعل يرميهم بالنبل ويقول: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. في رواية: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، حتى انتهى بهم إلى ذي قرد أو قرد، وهي ناحية خيبر. قال سلمة: فلحقنا رسول الله السلام والناس عشان، قلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش، فلو بعثتني في 100 رجل استنقذت ما بأيديهم من الصرح وأخذت بأعناق القوم. فقال: ملك تفزح. شوف، لا، ملك تفزح. ثم قال: إنهم الآن لا يقرون في غطفان، ولم تزل الخيل تأتي والرجال على أقدامهم حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد، فاستنقذوا 10 لقاح وأفلت ما بقي وهي 20. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد، وكان أول ما شرع له ذلك، كان شرع له في فتح مكة، تعلمون صلاة الخوف صلوها في مكة عندما قال خالد: هذه صلاة أحب إليه من أنفسهم، فنستطيع أن نتمكن منهم يعني، فأنزل الله جل وعلا له بصلاة الخوف، فدار في خالد بن الوليد أن هذا ليس منه، هذا من الله جل وعلا، ولكن بداء مشروعية الصلاة كانت في ذي قرد،
وهنا أخبر الثقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذه السيرة سعيد بن زيد الأشهلي، ولكن الناس نسبوها إلى المقداد لقول حسان غدات فوارس المقداد، فاعتبه سعيد بن زيد فقال الطراني الروي إلى المقداد، يعني نغمة الشعر يعني. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين وقد غاب 5 ليالي، وقال خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. سلمة هو سلمة من الأكوع. هنا إذا تقرر ذلك فهنا النذير بالصراخ يقول يا صباحا أغير عليكم في الصباح أو صبحتم، فيحذرهم. نعم. وفي الأخذ بالشدة وفي الانغماس في العدو، وليس هذا معناه الذي تعرفه بالانتحارية، الأعمال الانتحارية هذا انتحار، ليس شهادة في هذا الباب، وبينت ذلك أنا ساعتين. والصحيح أن نقول أن مسألة الانغماس في العدو مع غلبة الظن بالنجاة هذه ما فيها شيء، كان الزبير يفعلها وكان سلمة يفعلها وكان كثير من الصحابة الكرام يفعلون ذلك. فالزبير كان ينغمس في العدو، يأخذ من أول السرية إلى آخرها، يقتل فيهم ويرجع. وسلمة نفس الأمر، انغمس فيهم وكان وحده، وهم كانوا على قرابة 40 ورماهم بالنبل، وكان من شدة الشجاعة وصرخ فيهم وقال أنا من الأكوع، اليوم يوم الرضع. ولقاهم ناقة سلم ذات الضر. العلماء لما سمعوا كلام سلمة تعجبوا منه، اليوم يوم الرضع، فأرادوا أن يفسروا ذلك، قالوا معناها أنه أرضعته الحرب في صغرها، فهو متقن محنك فارس شجاع مقدام مغوار، لا يهاب ولا يخشى ولا يخاف. وأيضا قيل اليوم يوم الرضع لترى من أرضعتك كريمة أم لئيمة، أو يقول أرضعتك حرة أو ليست بحرة، والبون شسع الفرق واسع بين الحرة وبين غيرها. وقيل في غير ذلك أنه لما قالوا اليوم يوم الرضع، اليوم هلاك اللئام، يقولون لئيم الرضع، أو هذا لا يرضع إلا من لئيمة، رضع من ذئب مثلا. والعرب تقول من رضع اللؤم من ثدي أمه، أي غذي به. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بمائة فارس، فقال له يا سلمة ملكت فزجح، أي سهل العقوبة. الفاضل عندما يملك يعفو، الفاضل القوي عندما يملك يعفو، ما يزيد ما يؤذي، وإن ملك ما يؤذي. ملك تفزجح، أي سهل العقوبة، لا تأخذ بالشدة، فارفق أنت مالك وأنت قوي، حتى لو كانوا كفرة، الرحمة عند الله جل وعلا على الكلب تكون نعمة. أيضا الله جل وعلا يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. ملك تفزجح، أي سهل العقوبة. يقول استنقصتها منهم قبل أن يشربوا يعني الماء، وذاك وقال تركت القوم عطاشا، من العطش يشتد ضعفهم، فأنا أنقض عليهم. قال له يا سلمة ملكت فزجح، ارفق الهوينة. وأفضل الناس الذي يعفو عند المقدرة. قال وكان الله عفوا قديرا. قبلها لا يحب الله الجهر بالسوء من القوم إلا من ظلم. قال إن القوم قرون في قومهم، أي من القرى وهي الضيافة، والمعنى أنهم قد وصلوا إلى قومهم، وقيل أنهم ضيفون الضياف، يقرون يعني يبلغون أول بلادهم، فأطمعون يسقون ويسقون قبل أن تبلغ منهم ما تريد. وهذا أيضا من باب العفو والإحسان. في رواية قال إنهم لا يغبقون الآن في غطفان. وفيها امرأة غفار لما ركبت العطباء قالت لأن أنجاني منها لأنحرنها، نظرت في ذلك. فلما قدم المدينة أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نذرها، فقال بئس ما جزيتها، يعني هي العطباء تنقذك منهم، وبعد ذلك يكون الوفاء أنك تذبحينها. وانظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف لم يرضى بهذه الأخلاق حتى لو كان نذرا. قال أنت الله جعل أنقذك بها فتنحرينها تذبحينها، ليس هذا شكرا لها، ناقة، وهي ناقة مش بشر، ناقة. بسم جزتيها، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، فهي لا تملك، العطباء ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أنقذ الله العطباء من يدها على نذر أخطأت فيه. الله جل وعلا أنقذك ثم بعد ذلك أنت تريدين ذبحها بعدما أنقذك بها. كانت امرأة أبي ذر الفاضل المستنبطة أفضل الأخلاق العفو عند المقدرة. الشجاعة تهدم الكثرة لا العكس. سلمة فعل ذلك. للمرء أن يظهر قدره عند خصمه حتى يهابه وحتى يعلم قدره وحتى أيضا يستنقذ منه ما عنده.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم.